السلام عليكم، الخامسة مساء في مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان. أهلا بكم، والبداية مع العناوين. الاحتفال رسميا بتسليم كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم الكشاف الأعظم الذي توجت به محافظة شمال الباطنة. مؤتمر علاقات عمان بدول القرن الأفريقي يختتم أعماله بعدد من التوصيات تسهم في إبراز الدور العلمي للعلماء والفقهاء العمانيين في أفريقيا. أحدث النظم العلاجية والتقنيات الحديثة في طب الأجنة أبرز مناقشات أعمال المؤتمر الدولي الرابع لطب النساء والولادة في مسقط. أكثر من 20 مليار دولار أمريكي حجم التبادل التجاري بين السلطنة وجمهورية الصين الشعبية. إلى التفاصيل. ضمن مسابقة التفوق الكشفي والإرشادي للعام الدراسي 2015-2016 احتفل على مسرح وزارة التربية والتعليم بالوطية بتسليم كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم الكشاف الأعظم والذي توجت به محافظة شمال الباطنة. رعى الاحتفال معالي الدكتور عبد الله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية. كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه الكشاف الأعظم للسلطنة لمسابقة التفوق الكشفي والإرشادي تشرفت بالفوز به هذا العام محافظة شمال الباطنة. تحظى الكشافة والمرشدات باهتمام مستمر من قبل وزارة التربية والتعليم لما لها من دور فاعل وأثر بالغ في غرس قيم البذل والعطاء لدى النشئ إلى جانب إسهاماتها على الصعيدين المحلي والدولي. الفرقة الموسيقية الكشفية أمتعت الحفل بمقطوعات موسيقية مع بدء تسليم الكأس قبل أن تقدم كشافة ومرشدات شمال الباطنة استعراضاً فنياً تحت شعار عهد وولاء، تعبيراً عن الحب والولاء للكشاف الأعظم حفظه الله ورعاه، وتجسيداً لفرحة المحافظة بحصولها على الكأس الغالية. ما يتطلب على المحافظة بعد حصولها على هذه الكأس الغالية هي الاستمرار بالأداء الجيد حتى تستمر في الصدارة وتستمر الكأس باقية في محافظة شمال الباطنة. المناهج الكشفية والإرشادية ودورها في تنمية قدرات الفتية والفتيات ترجمها الأوبريت بالمهارات والفنون الكشفية والإرشادية تعزيزاً لقيم الانتماء للوطن. الحركة الكشفية حركة تربوية تطوعية غرست فينا الكثير من المبادئ والقيم، غرست فينا حب الوطن، حب السلطان، حب الله والعمل من أجل الآخرين والعطاء. رواد الحركة الكشفية والإرشادية ممن ساهموا في تطورها كان لهم أيضا نصيب من التكريم إلى جانب الوحدات والمفوضيات الكشفية والإرشادية الفائزة بالمسابقة. فرحة الإنجاز اختتمت بتتويج محافظة شمال الباطنة بكأس الكشاف الأعظم مع منح المفوضيات الكشفية الخمسة الأخرى المتوجة بكؤوس التفوق، وهي محافظة البريمي الحاصلة على المركز الثاني، وجنوب الباطنة في المركز الثالث، ومحافظة الظاهرة رابعا، ومحافظة مسندم بالمركز الخامس. 9 أعوام من عمر هذه المسابقة كانت حافلة بتعزيز روح المنافسة بين المفوضيات الكشفية، وما زالت إنجازاتها تتوالى عاما بعد عام في تنشئة الأجيال على الأسس القويمة. من مسرح وزارة التربية والتعليم بلوطية، أحمد بن عبد الله الندابي، محافظة مسقط. تاريخ الحضارة العمانية وإبراز الدور العلمي للعلماء والفقهاء العمانيين في إفريقيا من أبرز ما أوصى به المؤتمر الدولي الخامس علاقات عمان بدول القرن الأفريقي والذي اختتم أعماله بالعاصمة القمرية موروني.
المؤتمر ركز على ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية والمركز الوطني للبحث العلمي والوثائق بجزر القمر، وذلك لتسهيل المراجع والوثائق أمام الباحثين والدارسين في تاريخ الحضارة العمانية. الاهتمام بالبحث العلمي ودراسة التواجد العماني في دول القرن الإفريقي من أبرز ما أوصى به المؤتمر الدولي الخامس علاقات عمان بدول القرن الإفريقي والمنعقد في جمهورية جزر القمر المتحدة على مدى 3 أيام. حقيقة أن العمانيين عندما جاءوا إلى هذه الجزر وهذه المناطق لم يأتوا فقط للتجارة، وإنما جاءوا أيضا لنشر الإسلام، ومع نشر الإسلام بنوا النظام التعليمي الذي يكفل للمسلم أن يتعلم قراءة القرآن الكريم واللغة العربية منذ الصغر. المؤتمر الذي يأتي بتنظيم من هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية ركز على الاندماج الحضاري بين السلطنة ودول الساحل الشرقي لإفريقيا، كما أكد على الأثر العلمي الذي قدمه العلماء والفقهاء العمانيون في المجتمعات القمرية. العلماء العمانيون هم جاءوا وأثروا الجزر القمر. على سبيل المثال السيد محمد شريف، محمد شريف هو عماني، هو من أحفاد أحمد الطيور، أحمد الطيور هو عماني أصلي، جاء هنا عالما جليلا وعلم ودرس، ثم عنده أحفاد وعنده تلاميذ وعنده أبناء، فلذلك علماء عمانيين هم الذين جاءوا وعلموا ودرسوا الشعب القمري اللغة العربية والدين الإسلامي. وأوصى المؤتمر على ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية والمركز الوطني للبحث العلمي والوثائق بجمهورية جزر القمر المتحدة، وذلك لتسهيل البحث والدراسة العلمية أمام الباحثين والدارسين في تاريخ الحضارة العمانية بإفريقيا. إذن المؤتمر الدولي الخامس علاقات عمان بدول القرن الإفريقي يوصي في ختام أعماله على ضرورة إبراز الدور العماني في نشر العلم والإسلام، وذلك في الساحل الشرقي لإفريقيا. من العاصمة القمرية موروني، ذياب بن عبد الله النوفلي. بحث آخر المستجدات في طب النساء والولادة ومناقشة أحدث النظم العلاجية والتقنيات الحديثة في طب الأجنة أبرز ما يركز عليه المؤتمر الدولي الرابع لطب النساء والولادة. المؤتمر الذي نظمته الرابطة العمانية لطب النساء والولادة يطرح 14 ورقة عمل بحثية من قبل خبراء محليين ودوليين. جهود مكثفة من الرابطة العمانية لطب النساء والولادة لتحقيق خدمة صحية للمرأة في السلطنة وفي مختلف مراحل الفئات العمرية، لتستكمل الرابطة في المؤتمر الدولي الرابع أحدث التقنيات العلاجية في طب الأجنة. من أهم أهداف هذا المؤتمر هو الرقي ب يعني صحة المرأة عموما والمرأة العمانية طبعا بشكل خاص، بالإضافة لأنه هو يعني إخبار الدكاترة بآخر المستجدات في آخر تطورات في هذا العلم مثل طب الأجنة وطب يعني الحمل مع صعوبات الحمل. فرصة علشان نرتقي بالواقع الطبي، نحصل على آخر الأخبار الطبية ونطور نفسنا، هي دائما فرصة للتطوير حتى نعرف إنه آخر المستجدات شنو، كيف نخدم الناس أكثر. ناقش الأطباء الحضور ما يصادف الطبيب من عراقيل علاجية واستخلاص التجارب الشخصية في مواجهة الصعاب في مجال الطب. عندي ورقة عمل بقدمها إن شاء الله في الجلسة بكرة إن شاء الله، والورقة العمل تتحدث عن القضايا الطبية في مجال قسم النساء والولادة والدروس المستنبطة من هذه القضايا الطبية. نحاول من خلال هذه الدروس إن إحنا نوعي الحاضرين بكيفية تفادي الأخطاء والقضايا الطبية. عندنا ورشة عمل بتقام في اليوم الثاني للمؤتمر، وهذا مهم، موضوعها كثير مهم لأنه بيتحدث عن تنظيم الوقت، وهذا موضوع كثير مهم للأطباء والعاملين في الجانب الطبي إن شاء الله.
المؤتمر ناقش 14 ورقة بحثية تم عرضها من قبل 5 خبراء دوليين من خارج السلطنة و9 من الخبراء المحليين في مجال النساء والولادة. إيجاد منصة للنقاش بين الأطباء والمتحدثين الدوليين والتعرف على مستجدات طب الأجنة هو الغاية من هذا المؤتمر، وميدان الطب في تجدد دائم. خديجة بنت سليمان، الشحية، مسقط. سعياً لتوسيع شبكة خدماته في الخطوط العالمية الطويلة وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين السلطنة والعواصم التجارية والسياحية العالمية، دشن الطيران العماني الناقل الوطني للسلطنة دشن رحلاته المباشرة بين مسقط ومدينة غوانزو والصينية بمعدل 4 رحلات أسبوعية. رعى حفل تدشين معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. تلبية للطلب المتزايد من المسافرين وتنفيذا لخطته الرامية إلى توسيع شبكة خطوطه، دشن الطيران العماني رحلاته المباشرة بين مسقط ومدينة غوانزو الصينية بمعدل 4 رحلات أسبوعية لتصبح الوجهات 54 للناقل الوطني للسلطنة والأولى إلى جمهورية الصين الشعبية. هذا الخط سيكون له الأثر الإيجابي على التعاون التجاري الاقتصادي والسياحي، وكلنا نعرف أن الصين اليوم أكبر مصدر للسواح، ثم أيضا سيكون الأثر الإيجابي على مشروع الصناعي في الصيني في الدقم، وسيقرب بين الدقم وجمهورية الصين الشعبية فيما يخص التبادل الاستثماري. غوانزو لها أهمية كبيرة جدا للطيران العماني، حيث نفتح جسرا جويا يوسع خطوط الطيران من عمان إلى الشرق الآسيوي، وهي إعادة لتاريخ السلطنة التجاري عبر طريق الحرير إلى الصين من خلال 4 رحلات أسبوعية. الرحلة الجديدة تتيح للصينيين والمسافرين الآخرين الوصول لشبكة خطوط الطيران العماني الدولية، وستساهم في تعزيز الروابط السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين السلطنة والصين. الخط الجوي المباشر بين السلطنة والصين ستسهل التبادلات والتعاونات بين رجال أعمال في كل البلدين، وخاصة في التبادل التجاري والتبادل السياحي. هذا الخط سيعزز من الصداقة العمانية الصينية التاريخية ويفتح آفاقا اقتصادية وسياحية، حيث تعد غوانزو مركزا تجاريا مهما، وسيكتسب هذا الخط الجوي أهمية أكبر بالمستقبل مع الدول الأفريقية من خلال خطنا الجديد الذي يفتتح في إبريل المقبل مع نيروبي. ويسعى الطيران العماني إلى تطوير شبكة خطوطه الجوية بهدف ضمان توفير الربط الدولي بالتوازي مع البرنامج التوسعي في أسطوله الجوي الذي عززه مؤخرا بطائرات جديدة من طراز إيرباص A330 وبوينغ 737 وبوينغ 787 دريم لاينر، مستهدفا رفع أسطوله إلى 70 طائرة بحلول عام 2020. وفي حديثه لإذاعة وتلفزيون سلطنة عمان، أكد سعادة السفير الصيني في السلطنة يو فولونغ أن حجم التبادل التجاري بين السلطنة وجمهورية الصين الشعبية بلغ أكثر من 20 مليار دولار أمريكي. حجم التبادل التجاري بين الصين والسلطنة في هذه السنوات أكثر من 20 مليار دولار أمريكي في هذه السنوات، والآن هناك المزيد من السائحين الصينيين والعمانيين يتبادلون الزيارات بين البلدين في هذه الأيام. هناك كثير من الشركات الحكومية والخاصة الصينية تأتي إلى السلطنة لاستثمار في السلطنة، وعندها حماسة لتعزيز هذه الاستثمارات في السلطنة. تنظم الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات إثراء حلقات عمل تهدف إلى مناقشة المواضيع المحفزة
للمناخ الاستثماري ومعرفة التحديات وسبل التغلب عليها. أولى حلقات إثراء تناولت كفاءة سوق العمل بمشاركة نخبة من الأكاديميين وممثلي مؤسسات القطاعين العام والخاص. تحسين كفاءة سوق العمل المحلي بما يتوافق مع تطلعات المرحلة المقبلة كأبرز العوامل المشجعة على الاستثمار وتأسيس المشاريع التجارية، فالقوة البشرية اليوم هي المحرك الأساسي لأي اقتصاد والمحقق الرئيسي لنجاح المشاريع التجارية. الحلقات هذه اللي تساعدنا تذكير بأهم العوائق، بأهم المشكلات، بأهم التطورات كذلك اللي نحتاج أن نكون واعين فيها، وفي تجاذب أطراف الحديث الحلول التي تكون ناجعة واللي ممكن تساعد صانع القرار وكذلك المؤسسات والأفراد في اتخاذ قراراتهم اللي هي تكون أفضل لهم كذلك. رفد سوق العمل العماني بكوادر وطنية مدربة ومؤهلة على مستوى مختلف مراحل التعليم هدف تسعى إليه القطاعات الطموحة، وهنا اتفق المشاركون على أهمية تعزيز فرص التدريب المهني للوصول إلى مرحلة متقدمة من التأهيل لمخرجات قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل. أعتقد الاستنتاج الأولي أنه هناك خلل في هيكلية سوق العمل يجب أن تعالج اقتصاديا وليس من خلال التعليم أو توجيه الطلاب لدراسة تخصصات معينة. نتعلم أيضا من المتحدثين اليوم كيف أنه نحن بإمكاننا كخريجين ندخل في سوق العمل بشكل يواكب التحديات اللي الحين موجودة والصعوبات مع اللي جالسين نواجهها الحين في السلطنة. حلقات إثراء تستأنف الثلاثاء المقبل بحلقة تحمل عنوان الخدمات الحكومية الإلكترونية، تناقش أهم المبادرات الحكومية الإلكترونية التي تساهم في تقديم خدمات أكثر سهولة وسرعة في إنجاز مختلف الأعمال، وتتيح العديد من الفرص سواء للأفراد أو الشركات المحلية والخارجية لإنهاء خدماتها إلكترونيا. أحمد بن سالم الكندي، مسقط. النشرة مستمرة من مركز الأخبار وفيها بعد الفاصل. كلية عمان البحرية الدولية وصور الجامعية تحتفلان بتخريج فوج جديد من مخرجاتهما. احتفلت كلية عمان البحرية الدولية بتخريج الفوج التاسع من طلبتها في تخصصات الملاحة البحرية والهندسة البحرية وإدارة الموانئ والشحن والنقل وهندسة تقنية العمليات التحويلية، وبلغ عدد الخريجين 328 طالبا وطالبة من حملة البكالوريوس والدبلوم. ليلة أخرى من صفحات المجد البحري، خريجو الدفعة التاسعة من طلبة كلية عمان البحرية الدولية على موعد مع الفرح، وخطاب من عمادة الكلية يبث العزم لبذل المزيد من الجهد. الخريجون أيضا في كلمتهم نقلوا مشاعر الوفاء، كما أثبتوا كفاءتهم وقدرتهم على خوض معترك الحياة العملية. فرحتنا كخريجين فرحة لا توصف، شعور مختلف جدا. احنا صح ممكن بعض يقول هاي نهاية، بس انا عن نفسي اشوفها بداية لنهاية احنا بنفسنا نكونها. ولان مثل هذه اللحظات التاريخية فرصة للتعبير، فقد كان للخريجين بوحهم الخاص. مستوى عال من الكفاءة تقدمها هذه الكلية فكانت بوصلة طموحات عدد من طلبة الدول الشقيقة والصديقة الذين نقلوا مشاعرهم المعبرة. كانت دراسة ممتعة،
الكلية فيها ما شاء الله عليها مقومات قوية للدراسة، منها السيرموليتر والوركشوب كتخصص هندسة بحرية. شعور لا يوصف، ممزوج بالكثير من الفرح والسرور وقليل من الحزن. بنغادر الكلية وما بتبقى إلا الذكريات السعيدة اللي قضيناها في الكلية. صورة مشرقة لطموحات الوطن تتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة سجلتها تفاصيل هذه الليلة الجميلة. التخرج صفحة جديدة في تاريخ عطاء الخريج ونشوة تملأ حياته بالفرح، يشعر فيها بالفخر ليكون رقما تنمويا في بناء الوطن. هكذا هم خريجو كلية عمان البحرية الدولية. عبد العزيز بن حمد العجمي، ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة. كما شهدت كلية صور الجامعية تخرج 238 طالبا وطالبة من حملة شهادتي الدبلوم والبكالوريوس. صور العفية كانت على موعد مع فرحة تخرج أبنائها من الفوج 12 من حملة شهادتي الدبلوم والبكالوريوس بكلية صور الجامعية. مسيرة عادت الحمد لله بالنجاح، ودعواتي لهم بالتوفيق والنجاح في كل حياتهم العملية. فرحت اليوم ما تنوصف، وهدي يدي الفرحة لهالي كلهم، وأتمنى أني أكمل دراستي الماجستير. 238 خريجا من تخصصات تقنية المعلومات ونظم المعلومات وإدارة الأعمال والتسويق والمالية سيكون إضافة جديدة لسوق العمل بعد اكتسابهم المعارف والعلوم إلى جانب المهارات الذاتية. أشكر الله سبحانه وتعالى على هذا الإنتاج اللي وصلت عليه، وهو الحصول على شهادة البكالوريوس في تقنية المعلومات، وأقدم الشكر لعائلتي التي وقفت بجانبي حتى النهاية. شعوري طبعا فرح لا يوصف، وأتمنى أن يتم قبولي في وظيفة، وإن شاء الله أكون قد المسؤولية لهذه الوظيفة. الكليات والجامعات الخاصة في السلطنة تعمل جاهدة إلى جانب مؤسسات التعليم العالي الحكومية في تأهيل طلبة العلم أكاديميا وعلميا ليكونوا سواعد بناء لهذا الوطن، فالشباب هم ثروة الوطن الذين يعزى إليهم إكمال بناء مسيرة النهضة التي أرسى دعائمها جلالة السلطان المعظم. فوج جديد من مخرجات التعليم العالي سيلتحقون بمن سبقهم، ولسان حالهم يقول المشوار لن ينتهي هنا، وبناء الوطن هو مسؤولية الجميع. من كلية صور الجامعية بمحافظة جنوب الشرقية، محمد بن ناصر الخليلي. افتتح معرض عمان الدولي للسيارات 2016 والذي يعرض آخر طرازات السيارات بمختلف فئاتها. المعرض الذي يقام بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض يستمر حتى 10 من الشهر الجاري، ويقدم أفكارا جديدة وخلاقة قادرة على استقطاب جميع الفئات العمرية من المهتمين بعالم السيارات. ويسهم هذا المعرض كذلك في دعم الجهود لوضع السلطنة على خارطة المعارض الدولية الكبرى. رعى الافتتاح صاحب السمو السيد طارق بن شبيب آل سعيد. تحت شعار نحو عناية صحية راقية، انطلقت فعاليات مبادرة سلامة المرضى بمستشفى إبرة المرجعي بمحافظة شمال الشرقية. ويهدف برنامج المبادرة التابع لمنظمة الصحة العالمية إلى تطبيقه على مستوى المستشفى في تحقيق وتقويم سلامة المرضى المراجعين عن طريق استخدام المعايير ذات إطار علمي يسمح للمستشفى بتقويم ما تقدمه من رعاية للمرضى والعمل على بناء قدرات العاملين في نطاق سلامة المرضى. كما اشتملت الفعالية على معرض توعوي تضمن عدة أركان، أهمها قسم مكافحة العدوى والأمراض المعدية. إبراز الجهود التي قامت بها جمعية المهندسين العمانية خلال الفترة الماضية، وإبراز دور المهندسين العمانيين في مجالات البناء والتشييد والاتصالات والمجالات الأخرى، كانت ضمن فعاليات احتفال جمعية المهندسين العمانية التي أطفأت به 15 شمعة من عمرها.
كان للطبيعة دورها في التأثير على تكوين الإنسان العماني، فكانت هندسة شق الأفلاك هاجزه مروراً بعمارة الأرض وانتهاءً بوضع آخر اللمسات على عمران البنية الأساسية للدولة. من هذا المبدأ دشنت جمعية المهندسين العمانية احتفالها الذي أطفأت به 15 عاماً من عمرها. هذا اليوم يوم هندسي ويوم المهندسين، والجمعية جمعية المهندسين العمانية طبعا لها دور كبير في مساعدة المهندسين العمانيين منذ 15 سنة، وطبعا الجمعية ضلع أساسي في مساعدة الجهات الحكومية الأخرى. الاحتفال يمثل باكورة عمل من 15 سنة من تأسيس الجمعية، والثمرات كما نشوفها هذه من الدورات الاحترافية والتصنيف الهندسي له يعني مشوار بدأنا من الصفر، وإن شاء الله مستمرين إلى جيل بعد جيل. الهندسة في جميع شتى مجالاتها ركيزة أساسية في بناء المجتمع، وإحنا ساعين إن شاء الله إلى بناء هذا الوطن تحت القيادة الرشيدة لمولانا صاحب جلالة السلطان قابوس بن سعيد. الاحتفال جمع مهندسين من مختلف المجالات الهندسية الميدانية والمعمارية في مجالات الاستشارات والاتصالات وأخرى، وحتى هندسة مراقبة عباب البحر. من التخصصات اللي اتجهت فيها الحكومة سلطنة عمان هي إيجاد بيئة للاتصالات، سواء كانت في الاتصالات اللي هي البحرية واتصالات غيرها. فنحن معنيين بالاتصالات البحرية، سواء في طبعا أكثر من قطاع، كيف نتواصل مع السفن ومع القوارب الصيد اللي تعبر يعني شواطئ السلطنة. كما جمع الاحتفال مهندسين من دول الخليج العربية ليشاركوا زملائهم المهندسين العمانيين في هذا الاحتفال بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على آخر المستجدات في مجالات الهندسة. بداية أحب أشكر جمعية المهندسين العمانية على دعوتهم الكريمة للمشاركة في هذا الحدث اللي هم كملوا فيه 15 سنة، وإحنا طبعا نتمنى لهم التقدم والازدهار، وإن شاء الله نشوفهم للأمام دائما. ونحن كدولة الإمارات العربية المتحدة طبعا نقدم لهم تحيات جمعية المهندسين وتحيات دولة الإمارات العربية المتحدة. وزراء ووكلاء ومسؤولون آخرون جمعهم الاحتفال هذا ليس لوظيفتهم، وإنما تحت تخصص الهندسة الذي سطروا به إنجازات على ربوع عمان منذ بزوغ فجر النهضة المباركة. فها هو الاحتفال يسجلهم تحت مظلة زملاء الهندسة. هذا الحفل إذن حمل في مضامينه إبراز ما قامت به جمعية المهندسين العمانية من أعمال في السلطنة منذ تأسيسها في العام 2002 إلى اليوم. إبراهيم بن سالم الهادي، مسقط. النشرة انتهت، وهذا تذكير بالعناوين. الاحتفال رسميا بتسليم كاس حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم الكشاف الأعظم والذي توجت به محافظة شمال الباطنة. مؤتمر علاقات عمان بدول القرن الأفريقي يختتم أعماله بعدد من التوصيات تسهم في إبراز الدور العلمي للعلماء والفقهاء العمانيين في إفريقيا. أحدث النظم العلاجية والتقنيات الحديثة في طب الأجنة أبرز مناقشات أعمال المؤتمر الدولي الرابع لطب النساء والولادة في مسقط. أكثر من 20 مليار دولار أمريكي حجم التبادل التجاري بين السلطنة وجمهورية الصين الشعبية. شكرا لكم على حسن المتابعة، وهذه تحيات الزملاء في مركز الأخبار. في أمان الله.
اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام الى النشره الجويه ومباشره معكم الى اخر الصور الجويه. رياح شمالية نشطة على سواحل محافظة مسندم وكذلك سواحل السلطنة وسواحل السلطنة المطلة على بحر عمان تكون معتدلة على باقي أجزاء ومحافظات السلطنة. فرص لتصاعد الأتربة والغبار على المناطق الصحراوية والمكشوفة جراء نشاط الرياح الشمالية. ومباشرة مشاهدينا الكرام معكم إلى توقعات الأجواء لهذه الليلة. تبدو الأجواء مستقرة على العاصمة مسقط ودرجات الحرارة عموما ما دون 20 وفي محافظة جنوب الباطنة تبدو الأجواء أيضا مستقرة. في شمال الباطنة تبدو الأجواء أيضا مستقرة درجات الحرارة عموما تصل إلى 17 درجة مئوية. في محافظة مسندم الأجواء مستقرة كذلك ودرجات الحرارة ما دون 20. معكم في محافظة البريمي بعض السحب تكون حاضرة لهذه الليلة ودرجات الحرارة تصل إلى 14 درجة مئوية. كذلك والحال في محافظة الظاهرة على المناطق الصحراوية درجات الحرارة عموما تتراوح ما بين 14 إلى 15 درجة مئوية. في محافظة الداخلية تبدو الأجواء مستقرة على المناطق الجبلية ودرجات الحرارة عموما ما دون 10 درجة مئوية. في محافظة شمال الشرقية تبدو الأجواء مستقرة عموما ودرجات الحرارة ما دون 20 وفي جنوب الشرقية بعض السحب المنخفضة تستمر بالتدفق عموما ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 17 إلى 19 درجة مئوية. وفي محافظة الوسطى أيضا بعض السحب المنخفضة على المناطق الساحلية وفي محافظة ظفار كذلك تبدو الأجواء مستقرة عموما عفوا ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 18 إلى 20 درجة مئوية. إلى حركات الرياح على سواحل السلطنة المطلة على بحر العرب تبدو شمالية غربية معتدلات السرعة أو خفيفة السرعة بحدود 5 عقد. بالتالي البحر هادئ الموج أقصى ارتفاع له 1.25 متر. سواحل محافظة مسندم تشهد رياح أيضا شمالية غربية ومعتدلات أو نشطة السرعة بحدود 25 عقدة. البحر بالتالي هائج الموج أقصى ارتفاعا له 3 أمتار. وأخيرا سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان حيث تشهد رياح أيضا شمالية غربية ونشطات السرعة بحدود 20 عقدة. البحر بالتالي هادئ إلى متوسط الموج أقصى ارتفاعا له 2.5 متر. هذا كان كل ما لدينا مشاهدينا الكرام، أشكر لكم حسن المتابعة.